الأكيد أن المنتخب التونسي يعرف أن الفوز على النيجر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة يعني وضع قدم في الدور ربع النهائي رغم صعوبة المهمة اللي تنتظره. نصول قرطاج بدور كان على أحسن ما يكون وفازوا بالدربي المغاربي على أسود الأطلس، وهذه المرة السادسة على التوالي اللي ما ينهزمش فيها منتخبنا في مباراة الافتتاحية. فمنذ دورة 2000 ونخسر 4-2 ضد البلد المنظم نيجيريا، حقق منتخبنا 3 تعادلات وزوج انتصارات في الدورات الموالية. وباش تعرف تشكيلة منتخبنا في المباراة ضد النيجر، غياب المهاجم صابر خليفة المصاب، وباش يعوضوا أمين الشرميتي مهاجم أفسي زريخ السويسري. وللإشارة فأن منتخبنا سبق له باش فاز على النيجر في لقاء ودي سنة 94 بنتيجة 4-2. وفي المقابل فأن منتخب النيجر اللي تأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه على حساب منتخبين من العيار الثقيل هو مصر، حملت لقب الثلاث نسخ الأخيرة، وجنوب أفريقيا باش يعمل على تدارك هزيمته في اللقاء الافتتاحي ضد الجابون وتأكيد جدارته بالتأهل للكان. منتخب النيجر لن يكون منافسا سهلا لنسور قرطاج، على الرغم من أن الجميع اعتبروا الحلقة الأضعف في البطولة، وأظهرت النسخة الحالية أن كل المنتخبات الكبيرة تعاني بدليل أن السنغال ودعت الكان مبكرا. ويمتلك منتخب النيجر مجموعة من اللاعبين المحترفين اللي بإمكانهم أحداث الفارق في أي لحظة من المباراة، يتقدمهم نجم زولت البلجيكي موسى مازو وكاميلو داودا لاعب النادي الصفاقسي، ويشرف عليهم نجم أولمبيك مارسيليا سابقا ألان كوربيز اللي سبق له الإشراف على أبرز الفرق الفرنسية كمارسيليا وموناكو. فوز المنتخب الوطني في هالمباراة يرفع رصيدنا لست نقاط ويضعنا في وضع مريح البلوغ ربع النهائي، لكن حذاري من الإفراط في الثقة والاستهانة بالمنافس.